اتخطبت وهو راجل اعمال ايطالي فرنساوي واسلم علشان بس ما يبقاش فيه لخلق في الموضوع. سبع لغات وشغال في المجوهرات وثروته تعيشها ملكة طول عمرها. مسيحي واشترطت عليه يسلم عشان يتجوزها. اتعرفت عليه في فرنسا ومن تالت مكالمة قالت له أنا مش صغيرة ولو عاوزني تعالى تقدمي رسمي. واشتغلها تلت بيوت في مصر وفي باريس وفي إيطاليا. قصة حب أروى جودة مع خطيبها رجل الأعمال الإيطالي الفرنسي جون باتيست. في مثل كده بيقول لك داري على شمعتك عشان تقيد، وهو ده اللي عملته أروى جودة لما فاجأت الكل بإعلان خطوبتها من شخص أجنبي، والمفاجأة إن العلاقة دي بقالها أكتر من سنة. لكن أروى ما قررتش تعرض خطوبتها إلا غير لما قرب موعد الفرح بتاعها وكشفت التفاصيل عن خطيبها وشغله وإزاي اتعرفوا على بعض. ومع بعض كان في فرح ريم سامي أخت المخرج محمد سامي. أما عن العريس الجديد قالت أروى إنه رجل أعمال إيطالي فرنساوي، وإنه اللي مأخر الجواز هو تسجيل الورق في إيطاليا لأن بياخد وقت ومحددوش لحد الوقت. أما عن بداية تعرفهم ببعض فكانت في إيفانت في باريس في نادي السيارات منتجين بلا حدود، وبالصدفة هو كان قاعد في نفس الترابيزة اللي هي كانت قاعدة عليها، بس فجأة فص خاتم الألماس بتاعها ضاع وكل الموجودين لاحظوا وبدأوا يدوروا معاها. وبالصدفة البحتة ان هو بيفهم في المجوهرات وبيشتغل فيها، فقال لها ماركة الخاتم ايه؟ فقالت له، فطمنها وقال لها ما تقلقيش بيكونوا عاملين عليه تأمين. ومن هنا لقت أروى حجة للكلام معاه وبدأت العلاقة. وبعد الإيفنت أروى رجعت على مصر ومن تالي كلمتها على بلاطة وقالت له أنا من الآخر مش صغيرة ومشهورة في بلدي، فلو عايز يكون في بيننا حاجة لازم تكون رسمية. وقفلت له أكتر وقالت له عشان تبقى رسمي لازم تسلم، فهتقول علي بلدي أو مدلوقة، هو أنا كده مش بتاعة هزار ولا تجاري. وطبعا الراجل اتصدم من ردة فعلها وحس إنها بتزنقه عشان يتجوزها، لكنه فعلا طلع جد وراح نشر اسلامه وبقى اسمه ادم. وجه لمصر وتقدم لها قبل وفاة والدها واتفقوا على كل حاجة. بيجهزوا بيوتهم في ثلاث دول، مصر وايطاليا وفرنسا، وده لانهم اتفقوا مع بعض ان فكرة شغل اروى هيكون معاها في مصر. يكون هو مشغول هتكون معاه هي في فرنسا او ايطاليا. وعن شخصيته فقالت أروى أهم حاجة كانت بالنسبة لي إن يكون شخصيته شبهنا، وإن هو يكون حمش ومش كيوت زي الأجانب، ودي حاجة بتفرق معايا جدا. ودي مش المرة الأولى اللي تتخطب فيها أروى جودة لواحد أجنبي، سبق واتخطبت لواحد تركي قبل ما تحترف التمثيل، التركي أوزجان دينيز الشهير باسم جهاد بالوطن العربي. وقتها كانت عارضة أزياء وموديل واتخطبوا بعد قصة حب قصيرة جمعتهم في تركيا وقت ما كانت بتشارك في مسابقة أفضل عارضة أزياء في العالم، وقابلته صدفة في الأسانسير في المكان اللي كانوا بيستضيف فيه المسابقة. وقتها كان بيصور فيديو كليب فاختار أروى إنها تظهر معاه، ومن هنا علاقتهم اتطورت واتعلم إنجليش مخصوص عشانها وعشان يقدر يتعامل معها، وظهروا مع بعض كتير في العلن والخبر انتشر في وسائل الإعلام التركية. وما كدبش خبر أوزجان وزار أهلها في مصر وخطبها رسمي، بس العلاقة دي ما استمرتش كتير وده بسبب انشغاله بشغله وحياته في نفس الوقت. أروى لسه كانت بتشق طريقها كممثلة في مصر فانفصلوا، وبتقول أروى إنها جربت ترتبط بالمصري لكنها كانت بتلاقي دايما إنه عنده مشكلة مع شهرتها واهتمام الناس بيها، وإن المجتمع المصري بيتقبل بصعوبة فكرة الممثلة والموضوع محتاج حد واثق من نفسه جدا. ولكن المرة دي أروى متمسكة جدا لأن سنها فعلا كبر وبقى عندها 44 سنة، وأمنية حياتها من البداية هو تكوين أسرة وبيت. بنتمنى للفنانة أروى إن العلاقة دي تكمل على خير وتعيش حياة زوجية سعيدة. لحد هنا الحكاية خلصت، ولكن أخبار المشاهير مع ريري لسه مكملة. فضلا الاشتراك واللايك، ده عمل لمجهودي.